كابتن ندى حمدي، طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايزه ابارك لك النهارده على مباراتكم في بطوله الدوري امام نادي هليوبلس. كلميني عن المباراه النهارده واستعداداتكم للمباراه، طبعا بالتاكيد كانت عامله ازاي؟ الله يبارك فيكي. النهارده الحمد لله كان ماتش ايزي الحمد لله. اتمرنا امبارح كتير قوي وقعدنا نعمل 6 و6 كتير على اللي هنعمله في الماتش، وبس ادينا بنكمل تمرين اهو. من ايه ابرز التعليمات دايما بتكلم فيها كابتن ابراهيم معاكم قبل اي مباراه؟ دايما نركز هنقفل ايه، وبيسترس قوي على الحته دي، وكمان ممكن يكون بيقول هنضرب الضرب ايه، يعني كل حاجه بتبقى بلاند قوي. يعني يمكن طبعا احنا في بدايه الموسم ولسه طبعا المواجهات بالنسبه للنادي الاهلي مش يعني مش اقوى حاجه كاداء طبعا امام باقي الفرق في الدوري، ولكن عايزاكي برضه تكلميني على البريبريشنز او الاستعدادات بتاعتكم قبل السيزون، كمان كانت عامله ازاي؟ احنا بدانا يوم 1/7 بالظبط، بدانا الاول 5 ايام في الاسبوع، بعد كده بدأنا على شهر 9 بقينا خلاص 6 ايام في الاسبوع، وطبعا في جيم على طول بلان، وطبعا التمرين كل تمرين ليها برضو بتبقى بلان قبلها وبس، ودايما بيبقى هدفنا على الاند جول، يعني دايما بنتكلم اللي هو احنا هنعمل كذا عشان خاطر في اخر ماتش هنعمل فيه كذا بس. طبعا من الحاجات اللي احنا شفناها في مباراه النهارده ان كابتن ابراهيم كان عامل زي روتيشن ما بين كل اللاعبات، يعني خصوصا زي ما انت قلتي يمكن المباراه النهارده كانت ايزي شويه. كلميني طبعا على اداء جميع لاعبات النادي الاهلي، شايف الاداء النهارده ازاي، وشايف طبعا نقطه الروتيشن دي بتفيد الفرقه قد ايه؟ والله الحمد لله كلنا كنا كويسين قوي، وموضوع الروتيشن ده بيفيد لان احنا في الاخر فجاه انت بتحتاجي حد فجاه، فما ينفعش يكون قاعد على البنش وفجاه يقوم، فانا شايفاها حاجه حلوه، كلنا ايدينا في الملعب، مفيش مش ثابتين على 6 معينين، بيحصل روتيشن كتير قوي في كل حاجه، وشايفه ان دي حاجه حلوه الصراحه عشان نريح يعني مع بعض. شكرا جدا يا ندى، وبالتوفيق ان شاء الله المباراه القادمه. ميرسي جدا. ثانك يو ميرسي. يلا نقول ماشي بقى، هنغني تاني. Happy birthday.